ثانوي. ما ذكره الأخ أبو زياد، فمن المهم أن الفتوى الشاذة لها ضوابط، وقد حددت في مؤتمر الفتوى الشاذة في رابطة العالم الإسلامي، وفي بحث مهم لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن السديس في الفتوى الشاذة، وذكر فيه ضوابط مهمة، وكذلك إمام الحرم تقصد؟ نعم إمام الحرم، فذكر ضوابط مهمة لتمييز الفتوى الشاذة. وعقد أيضا مؤتمر آخر عقدته وزارة الأوقاف الكويتية في الكويت لتحديد الفتوى الشاذة، وبما أن القضية ليس فيها تحديد سابق للأولين فيؤخذ بهذه الضوابط التي أتى بها المتأخرون. طيب قبل ومن المهم فيها أننا لم نذكر، أنا لم نتكلم عن مخالفة الإجماع، إنما تكلمت عن مخالفة قول الجماهير قول الأكثر. وهو ذكر أن القضية إذا كانت اجتهادية فالخلاف فيها دائما إما صواب وإما خطأ، وهذا الذي قاله لا أوافقه عليه. فالقاعدة المعروفة في علم الحسبة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وقد قيدها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: المقصود بمسائل الخلاف مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وقد رد عليه الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير فقال: إذا ثبت أن أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد اختلف أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد. وعلى هذا فالمقصود هنا بالشذوذ أحد أمرين: إما مخالفة الأدلة أو الجماهير، وإما الغرابة في الأمر وتنزيله على خلاف مقاصد الشرع ونصوصه العامة.